الجنسيات ما بقاوش كيهبطوا كواريهم الارض، ولات كيجي واحد بغي يتزوج بها كتقول لك باغا كذا وباغا كذا وباغا كذا وباغا بزاف، سكي فكر هاد المشكل علاش ولا كيهربوا من الزواج. واحد كيبدا حفيان وكيكمل بشي حاجه اخرى، يعني ما كاينش المشكل كنت غادا نرتاح ليه، ولا كنت مثلا كنت مرتاحه معاه باغا ما عنديش مشكل، كلشي مع الوقت كيتقاد وكلشي مع الوقت كيولي مزيان. كلشي باغي الحل، ولكن الامكانيات ما كايناش، الفرص ديال الخدمه قلال، بنادم تيبغى يخدم باغي يكون راسو باغي يوقف على رجليه باش ياخذ ديك البنت الحلال اللي باغيها، كل الامكانيات قليله فهمتي، كاع لا خدم بنادم تيخدم بواحد الصاري اللي شي خصو بزاف باش لي يكون راسو. انا صراحه البنت اللي كنبغيها انا وياها غنتعاونوا انا وياها على الزمان، صابره معايا ان شاء الله فاش نكون راسي غنمشي جال دارهم وغناخذ اي مستثمر ولا اي واحد باغي يدير مشروع ولا شي حاجه يكون فرص للدراري ديال شوق، حيت بنادم باشولي وعنده ليسونسي وماستر وما شنو وما خدامش مالو تيقلب وما تيخدمش، شنو تيمشي تيقول لك تنعيطوا لك. هاد المصاريف وهاد الوقت اللي هاد التطلبات اللي كتحتاج اللي كيحتاج الانسان في الاسره ديالو، كنظن هي من اهم الحوايج اللي كتخلي الواحد كيعتزل الزواج وكيحاول يبعد من الزواج. وكاين بعض الفئات اللي كلها الراي ديالو، انا بالنسبه ليا كيبان ليا المصاريف والمسؤوليات، وبالاخص بعض الناس اللي كيخافوا من المسؤوليه وما كيقدروش يتحمل المسؤوليه كيبان لي هذا هو السبب. وثاني باش تكون مع الدار ولا هذه ما تصبرش لك، وتدري حتى هو عاوتاني على حساب الامكانيات ديالو 4000 درهم نديرو حنا 2000 درهم ماشي دير لي واش تشوف اقتصاد ما كاينش اش 4000 درهم كانت 4000 درهم كره بخير 2000 درهم راه ما دايره ليه والو، اكثريه دابا البنات ديال هذا الوقت ما تصبرش معاه. دابا حنا كنقولوا الدراري تجيبها من العروبيه ولا تجيبها راه كيف كيف، راه تجيبها حتى هي لهنا غادا تولي حتى هي ولا عاوتاني عندها طموح اخر تولي باغا السكنه. ودابا اغلبيه الدراري عندنا حنا التقاده ديالنا باش يدير السكنه ديالو صعيب عليه، يعني راه يتقاتل تتعيا 25 مليون راه صعيب، يعني اغلبيه تلقى ساكن مع والدي يعني السكه القديمه، ولكن هادشي المجتمع ديالنا هو باغي بحال هكا ما فهمناش هادشي الشباب هذا فين غادي يمشي. امكانيات والفلوس والسكن يعني بزاف الحوايج ما كيخليكش باش تقلب باش تتزوج، هادي حاجه ثاني حاجه الخدمه. هادشي دابا كيما قلت حنا كنقلبوا دابا على السي فيات من الصباح حنا كندفع باش نمشي البلاد ما كتخليكش. وسمعت قال غيديروا شي ضريبه على الزواج سن 24 صافي قليل. الدراري ما كيبغوش يتزوجوا في هذا الوقيته حقاش الاكثريه ديالهم ما كيلقاوش خدمه، والاكثريه ديالهم ما عندهمش دارهم بوحدهم مستقرين فيها، اكثريه ساكنين مع عائلتهم وداك الشيء. والبنات ديال هذا الوقت كيطلبوا شي حاجه اللي ماشي الاستطاعه ديال الدري انا يوفرها لها كامله، مثلا كتبغي دار بوحدها كيبغي خدمه تكون الصالير ديالو مزيان طوموبيل شو. الدراري كانوا من الزواج على قبل بنادم ما خدام والو، بنادم اغلبيه ما كملش قرايتهم فهمتيني، كاع اللي كيتزوجوا كيحاولوا يعيشوا مع امو وكيطراو مشاكل بين المراه وامو كيحاولوا يتفاداو هذا الشيء. وهذا الوقت صعيب اخويا بنادم يشري دار، الا بغى يشري دار كريدي 25 مليون خاصو باش يدفع، ولا شرا غير شرا فشي حي مزيان شراك عارف الدور خاص ما كانش في حي زوين ماشي ديال تربي فيهم ولادك. كل واحد وكي غادي يحسبها فهمتش، كل واحد وكي باغاها كل واحد وكي باغا يعيش. واش كتفرض عليك فين باغا تعيش فهمتيني، دري واش كتفرض عليك خاص تكون عندك طوموبيل بعدا قبل ما تتزوج، يلا كتكون يلا كتبدا معاها فهمتي، كتشوف الماديه كتشوف الحوايج الماديه اكثر من شي حاجه اخرى فهمتي. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.